سوق هذا المغطى سوق قديم، ممكن أقدم سوق في الباب يعني. وهي المهنة هي أنا صار لي تقريبا 100 سنة، جدي اشتغل فيها 50 وأبوي اشتغل فيها 40 وأنا صار لي فيها بدي 35 سنة. هي سوق يعني إيش بدك مهنة يدوي قديمة بتلاقيها بالسوق، الحديدين مثلا مثل شغلتنا، كل شغلة تنجي موجودة بالسوق العديم، كلها ما بتعلى بالسوق العديم. والسنة هي جددوا له سقفه وسووا له سقف جديد، إيه والحمد لله محافظين على التراث. سقفوه عمره شي 50 سنة، القصف خربه، بعد ما خربه ردت العالم بطلت، ما بقت تجي على السوق، ما بقت تشتغل بالسوق، ردوا يعني الله يعطيهم العافية العالم والتجار، سقفوا لنا السوق، رجعوا العالم للسوق، رجعوا الحركة للسوق، صارت العالم تشتغل، انه نسقف السوق، ركبوا له إنارة بالسوق، اشتغلت الإنارة كتير كتير ممتازة صارت، والحمد لله رب العالمين رجعت العالم تشتغل من أول وجديد، وتفتح العالم محلاتها من أول وجديد وتشتغل الحمد لله. قمنا بإعادة تأهيل السقف للسوق المسقوف كخطوة أولى لإعادة الحياة لهذه السوق، مع المحافظة على الصبغة التاريخية لهذا السوق. في مراحل أخرى بإذن الله تعالى سيتم تركيب بوابات يعني لها شكل تاريخي.